بونجور يا حلوين، مشتاقة لكم. اني انتم ما تسألون على مناي عمري، كملنا الزراعة. شوفوا هذا كله زرعوا لي، هذا تشوفون ما بقى مال عملية الكات ايس ولا فراغ. اني وزوزو طبعا، شنو نحش نحكي زوزو هسه اجي احكي وياك، خلا بس الحواجب. اي هسه هسه فيكم عندنا تعليمات، بس انا ما اقدر ما اطمنكم شو سوى، اموت عليكم. نعيما نعيما، احنا اكيد راح اوافيكم بكل التفاصيل، اي شيء اي شيء جديد اي مستجدات راح احكي لكم اياها. عمري ترى مريضه وحلوه مو خبلين شهوده. عزوزو قولي لهم على الواهس انت وياي سويت؟ إيه هم ما يدرون اني على مود شفتك سويت. والله بجد انا شقد اشوف بنات، شقد اشوف شغلات لك. هاي اختي، اختي هاي مو صديقه عمري، اختي بس راسنا لا تطخي. كلهم اسالهم، كل احد اساله والله العظيم ما قال لي بامانه غيرك انت، قلت لي وشرحت لي وسوت لي وحجزت لي، وقمت اجيت من دبي لبغداد بحيث اهل دبي اصدقائي يقولوا لي زوزو شنو ماكو بدبي، ماكو بلندن، لا الا يمي بعد حاجبها بعد جمال، سود شوفوا الجمال بعد جمال. والصدق اجيت وما تندمت، اجيت مغمضه اصلا، اجيت نفس اليوم نفس اليوم سويت العمليه، قلت له ماري لا اسال لا اسوي. سوينا فحص دم وما شاء الله عليهم بايدر، يعني الصدق مركز كامل متجننون بنات. اول مره انا ادخل مركز بالعراق، دخلت من المختبر من الكادر من البنات اللي يشتغلون النيرس التعليمات القبل البعد العمليه، خوفوني قالوا لي حتورمين حيطلع بشع. دشوا